ولتسليط الضوء على ملف الواقع الصحفي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية بصفتك صحفيا، ما هي أبرز التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الصحافة في العراق؟ أستاذ أحمد، نعم. هل أنت معنا؟ نعم تفضل. نعم أخي معك. هنالك في الحقيقة يعني تحديات كبيرة ومتنوعة تواجه الصحفيين العاملين في العراق. نعم. وبلا شك يعني كما تعلم العراق صنف من أخطر الأماكن للعمل الصحفي على مستوى العالم، حيث أن هنالك خليط من التهديدات الأمنية التي تواجه الصحفيين وكذلك تواجه وسائل الإعلام من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة، نعم، وكذلك ما تعرض له بعض الصحفيين من جرائم وصفت بأنها جرائم منظمة كان الهدف منها هو إسكات أصوات الصحفيين المستقلين العاملين في المؤسسات الإعلامية في العراق. نعم. طبعا كل هذه التحديات تؤثر على يعني عملهم بحرية. أيضا هنالك تحديات تتعلق بالضغوط السياسية التي تمارس وتوجه ضد وسائل إعلام بعينها. هذه الوسائل عرفت بأنها تتناول القضايا والملفات التي تكشف عن تورط جهات سياسية بملفات فساد كبيرة. أيضا هنالك يعني تحديات تتعلق بنقص الإطار القانوني وخلل في الحماية القانونية التي من المفترض أن توفرها الدولة لوسائل الإعلام والصحفيين من أجل ممارسة عملهم بحرية ووفق قواعد القانون الدولي لحرية الصحافة. أيضا يعني هناك نعم. أستاذ أحمد، ما الذي يعكسه تذيل العراق قائمة التصنيف العالمي للحريات الصحفية للعام الحالي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود؟ بالتأكيد يعني اعتدنا على مثل هذه التقارير التي تصدر من منظمة من هذه المنظمة وكذلك من المنظمات المهتمة بالشأن الصحفي و حقوق الإنسان وحرية التعبير في العراق، لأن هذه المنظمات تمتلك مؤشرات موثقة بالدليل وبالوثائق من أن هنالك انتهاكات تمارس ضد الصحفيين، وهنالك بالفعل يعني صحفيين تمكنوا بالتعاون مع منظمات دولية من توثيق تعرضهم لانتهاكات خطيرة أدت إلى تصفية وقتل العديد من الصحفيين. بالتالي نحن كصحفيين في داخل العراق لا نستغرب مثل هذه التقارير. أستاذ أحمد، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وثقت 333 انتهاكا ضد صحفيي العراق خلال سنة واحدة فقط، يعني بمعدل انتهاك تقريبا كل يوم. السؤال هنا، ماذا عن تعهدات السوداني بحماية حرية الإعلام؟ للأسف يعني نحن ومنذ سنوات طويلة الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق كانت كثيرا ما تقطع الوعود والعهود للصحفيين والعاملين في المجال الصحفي من أنها الكفيلة بتوفير الحماية لعملهم الصحفي، ولكن ما يجري هو العكس. هنالك ضغوط وهنالك ملاحقات تتم من قبل جهات حكومية وجهات أمنية. هنالك يعني في بعض الأحيان يصل الأمر إلى تعرض الصحفيين إلى الاستدعاء من قبل جهات أمنية وإلقاء التهم عليهم بشكل علني بتهمة التخابر مع أجندات خارجية وغيرها من التهم. فالحكومة هي ذاتها أحد المتهمين بالقيام بانتهاكات ضد الصحفيين، كما أن القوانين التي يعني صدرت عن البرلمان العراقي مؤخرا
والتي كانت تتعلق بحرية الحصول على المعلومة، و يعني كل هذه القوانين اعتبرت بأنها قوانين خطر على حرية الصحافة وتهدد استقلالية الصحافة في العراق. في سؤال آخر أستاذ أحمد، يعني منظمة Human Rights Watch تقول إن السلطات في العراق تستخدم الملاحقات القضائية من أجل ترهيب الصحفيين. السؤال هنا، ما الطرق اللازمة لحماية الصحفيين، أو بصيغة أخرى، ما الذي تحتاجون إليه حتى تواصلوا عملكم في بيئة آمنة ومناسبة؟ يعني المطلوب اليوم هو من أجل يعني تحسين وضع حرية الصحافة في العراق، يعني أن تلعب المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة يعني دورها الطبيعي من أجل يعني مساندة الصحفيين العاملين في العراق، ويعني حث الجهات الحكومية على تعزيز حماية حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في العراق، كما كان ينبغي يعني على المجتمع الدولي أيضا أن يساهم في تقديم الدعم لشريحة الصحفيين العاملين في العراق، ولكن حتى هذه اللحظة للأسف يعني المنظمات الدولية وباستثناء طبعا Human Rights Watch و منظمة حرية التعبير وغيرها، المنظمات الدولية الأخرى وأيضا المجتمع الدولي للأسف يعني في كثير من الأحيان يغض الطرف عن ما يتعرض له الصحفيون في العراق، ويستمر في مجاملة الحكومة الحالية والحكومات السابقة. في سؤالي الأخير إليك أستاذ أحمد، يعني بالتزامن مع الواقع الصحفي المتردي في العراق، كيف تفسر الدعاية الإعلامية الضخمة لإنجازات السوداني وتقوم بها كما تعلم وسائل إعلام والية له ومقربة منه؟ ربما الأسلوب الذي يعني تفردت به حكومة السوداني في الوقت الحالي عن الحكومات السابقة، من أنها يعني ومنذ الأيام الأولى لتولي السوداني للحكومة الحالية يعني قام بتشكيل جيوش إلكترونية و تصرف لها الرواتب بشكل شهري ومنتظم، وهنالك العديد من الحسابات التي الناشطة في الفيسبوك وكذلك في التويتر وكذلك في وسائل التواصل الأخرى ثبت أنها تتلقى دعما ماديا من الحكومة، وأن هذه الصفحات وهذه الحسابات التي يديرها أشخاص يدعون أنهم ناشطون وصحفيون يعني ألقيت عليهم مهمة تلميع وتضخيم إنجازات الحكومة الحالية، وطبعا هذا يهدف إلى يعني التشويش على الرأي العام والتغطية على ما يتعرض له ملف حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق، وأيضا ما يغرق فيه العراق من قضايا فساد وانفلات للسلاح وتغول الميليشيات والجماعات المسلحة على السلطة وعلى القانون. الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.